ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد. إيه طبعا اي مشكلة بتقابل اي حد عنده قناة على اليوتيوب جديدة هي اول 1000 مشترك واول 4000 ساعة مشاهدة، ديت بتبقى اصعب واشد فترة ان انت عشان تجمع 1000 مشترك وال4000 ساعة، يمكن ديت اصعب من 10000 وال100000 مشترك. طيب هنعمل ايه عشان مثلا نسهل الدنيا على بعضينا ونقدر نشتغل ويبقى عندنا تفاؤل في الموضوع؟ تابع معايا الحلقة. لو انت اول مرة تخش على القناة بتاعتي وتشوف الفيديوهات بتاعتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، ولو في اي كومنت اكتب لي تحت. نرجع نكمل موضوعنا. انا معايا ابلكيشن النهارده يا جماعه، ابلكيشن مفيهوش اي مشكله خالص، الابلكيشن مفيهوش اي مشاكل مع سياسه اليوتيوب او اللي هي تضر في اي حاجه. الابلكيشن كويس جدا وسياسته مفيهاش اي مشكله بالنسبه للمشاهده او السبسكرايب بتاعته، يعني ما بتخالفش قوانين اليوتيوب. في ناس بتطلع تقول لك بتخالف وبتقفل قناتك وبتعمل الكلام ده كله، انا كواحد مجرب الموضوع عشان كده طلعت افيد الناس بيه. طيب هنستخدمه ازاي يا جماعه البرنامج؟ خليكم معايا تابع الشرح وانا هشرح لكم استخدم ازاي في البرنامج. زي ما قلت لكم قبل ما نشرح الفيديو، البرنامج ما بيخلفش اي سياسه في اليوتيوب وطرقه شرعية. بمعنى ايه؟ انا البرنامج بيفرضني ان انا اتفرج على فيديوهات واعمل سبسكرايب للناس علشان يجيلي بونص واقدر استخدمها لنفسي زي ما بعمل الناس يعملولي سبسكرايب ويشاهد الفيديوهات بتاعتي، تمام. البرنامج تيوبي مان دوت الناس عارفاه كله يعتبر واغلبكم يعرفه، فهنخش نشرح الطريقة بتاعته. طبعا هنخش على الجوجل بلاي ونحمل البرنامج. وهندوس اوكي. طبعا البرنامج عشان هو عندي، تمام، هفتحه على طول. زي ما انتم شايفين دلوقتي البرنامج اول ما بفتحه بيجيب لي اشوف القنوات اللي انا مشترك فيها، تمام. نرجع تاني للبرنامج. زي ما انتم شايفين انا عندي فوق 2304 نقطة. طيب ايه اللي بيتم في البرنامج دوت؟ البرنامج ده انا بقدر اجي هنا بيجيب لي فيديوهات واعلانات بالثواني زي ما انتم شايفين. يعني هنا بيقول لي خلال 47 ثانية هتاخد فيها 36 نقطة زي ما انتم شايفين. هنستنى لحد ما يخلص 45 ثانية اللي كانوا موجودين. ده عشان انت تقدر تقوي بيه قناتك في اول بداية ليك، بيبتدي يجيب لك مشاهدات ويجيب لك سبسكرايب. ومجانا، تمام، زي ما انتم شايفين كده دلوقتي تم استلام 36 نقطة، بقى عندي فوق 2340. طبعا عشان لو انت عايز تاخد بونص كبير بتيجي تشترك في قنوات وبتاخد نقط كتيرة. طيب انا هنا بيجيلي لو عايز اعمل حملة. معنى ايه حملة؟ انا ببتدي ادوس لو انا عايز اعمل حملة، تمام. بيقول لي لازم تشوف القنوات اللي انت مشترك فيها قبل كده، بقول له اوكي مفيش مشكلة. برجع تاني بدوس عايز اعمل حملة. ايه بيقول لي هنا نوع الحملة بتاعتك بتبقى ايه؟ حصول على مشاهدات للفيديو ولا حصول على المشتركين ومعجبين بقناتك ولا ارسال رسائل؟ ابتدي اختار اللي انا عايزه. مثلا سياب اقول له مثلا عايز احصل على المشتركين والمعجبين بقناتي، بدوس كده بدوس اختيار. بيجي لي يقول لي انت عايز العدد يبقى قد ايه؟ مثلا لو انت هنا بيقول لي لو عايز 10 مثلا مشتركين و 10 لايك و 10 مشاهدات الوقت هيبقى 60 ثانية، هتدفع 3000 عملة.
بقول اوكي مفيش مشكله، بختار اللي انا عايزه والوقت اللي انا عايزه وبختاره وابتدي اضيفه. وبعد كده بعد ما بخلص بدوس تم. المفروض لو معاك فلوس بيقول لك تمام جاري الحمله، وبتبتدي تحمل قدامك. مفيش اي حاجه بتخالف سياسه اليوتيوب في دوت. في ناس طلعت شرحت عن برنامج وقال لك بتوقف القناه وبيعمل مشاكل في القناه والمشاهدات الاعلانيه والكلام ده كله. انا يا جماعه البرنامج مجربه بنفسي، ما فيهوش اي مشاكل، وممكن تجربوه بنفسكم.